نبدأ start recording. طيب قبل ما start recording احنا بالنسبة للميد ترم انا ان شاء الله هيبقى يعني داخل فيه لغاية محاضرة النهاردة والتوتوريال اللي هو لغاية يعني اخر توتوريال قبل الميد ترم، يعني التوتوريال عبارة عن حل المحاضرة يعني أو تطبيق على المحاضرة، وبالتالي هيبقى داخل فيه لغاية آخر مسائل تاخدوها applied على المحاضرة بتاعة النهاردة. طب دكتور، هل في كويز الأسبوع اللي جاي ولا بعده؟ هو احنا already خدنا كويز، يعني احتمال يبقى في او لا على حسب، يعني مفيش سكادول كويز، ولكن ممكن يبقى باب اب كويز زي اللي فات. ماشي. طيب احنا كنا اخر حاجة وقفنا عندها هي ال سينجل سايد باند موديليشن. احنا شفنا طريقتين للموديليشن، اوريكم كده عشان افكركم بسرعة. اول طريقة للموديليشن ان انا بستخدم باند باس فلتر، يعني اعمل دبل سايد باند سبريس كارير واستخدم باند باس فلتر. بس لقينا المشكله دي ان فيها مشكله في حته ان محتاجين شارب باند باس فلتر، فقلنا هنستخدم اتنين سيجز بحيث ان هو لو في ان كيس ان في جاب اوريدي عند اللو فريكونسي كومبوننتس، يعني مفيش فريكونسي في جاب كده عند ما بين الزيرو وسيرتن low frequency هنا. فبالتالي في الحالة دي عملها على two stages وشفنا الستيبس بتاعتها ايه هي. برضك ستيل الطريقة دي تستخدم لما يكون في ايه جاب، هي صغيرة كل حاجة بس ستيل في جاب، ممكن ايه امانج ان انا اعمل فلتر عند اف سي 1 اللي انا بقدر اتحكم فيها، يعني امانج ان انا الايدج ده ما ياخدش جزء من السايد التاني ولا يشيل جزء من السايد اللي انا عاوزه. طب دي طريقه ثالثه بقى ما بتعتمدش على الجاب دي، حتى لو السيجنال فيها كونتينوس رينج من 0 اب تو دبليو وما فيش جاب في النص، فبالتالي الطريقه دي تتم. حد يقدر يشرح البلوك ديجرام ده؟ مش منسين، حد يقدر يشرح البروجرام ده؟ طب إيهاب خالد تقدر تشرح الدياجرام ده؟ مش عارف، بس هو غالبا ان هو بيخش على ميديوليتر بعد كده بنعمل له في الشيفت مش اكتر. طيب هل كده يطلع سنجل سايد بان؟ مش عارف الحقيقة، بس هو يعني هو اللي أنا أو اللي أنا واخد بالي منه دلوقتي إن هو بيدخل على ميديوليتر بعد كده بيتعمل له فيز شيفت بنيجاتيف باي على 2. طيب نشوف آراء تانية. هل نعم؟ أي دكتور، تعرف تشرح الموديليتور ده؟ لا بصراحة. طب حاولي كده. لا مش عارفة فعلا. طيب رحمة، أيه دكتور، تعرف تشرح الموديليتور ده؟ ما هو مش قوي، بس هو تقريبا مسج داخلة، وبعد ما مدخلين الكارير اللي هو كوزاين أوميجا سي تي على الموديليتر اللي هو دبل سايدد باند سربست كارير، وبعد كده مطلعينه في شكل سينجل سايد. ده يعني من امال ده التو بيعمل ايه؟ موديليترز مطلعينهم في شكل السنجل سايد بس. ايوه ازاي يعني، ما هو ازاي
لا مش عارف. طيب على العموم نمشي ورا يعني لما يكون عندك بلوك زي كده تمشي وراها واحده واحده وتشوف ايه اللي هيحصل يعني. طيب فعندنا هنا ام اوف تي اهي والكارير اهو. اللي هيتعمل فيهم ان هما الاثنين هيعدوا على برودكت موديليتور اللي هو فوق ده. برودكت موديليتور اللي هو فوق ده ماشي. ودي كده ستيب. الستيب الثانيه او المسار الثاني ان هيتعمل فيس شيفت باي باي 2 للاثنين وبعدين يعدوا على موديليتور ثاني خلاص. وفي الاخر خالص الفيز التالتة بقى ان هو ايه او الستيب التالتة ان هو ايه تعمل لهم اديشن. فتعال نشوف خطوة خطوة كده. يعني انت عندك هنا يعني هنفترض للسهولة ان انا عندي ام تي عبارة عن ايه ام كوزاين اوميجا ام تي ماشي. فاللي هيخرج من فاللي يخرج من الموديليتور الاولاني او من الدبل سايد باند سيرفيس كارير الاولاني هو ام اوف تي في كوزاين اوميجا سي تي اللي هي ام كوزاين اوميجا ام تي كوزاين اوميجا سي تي اللي هو نص ام كوزاين كوزاين اللي هي عبارة عن ايه كوزين اوميجا سي بلس اوميجا ام تي بلس كوزين السام والديفرنس ماينس اوميجا سي تي. صح ولا في حد عنده سؤال؟ طيب ممكن بقى حد من اللي قالوا مش عارفين يقول لي البرانش الثانيه هيبقى ايه؟ طبعا هنا هيبقى اي ام ساين اوميجا ام تي وهنا هيبقى ساين اوميجا سي تي. هنا اي دكتور ف دون هيبقى ساين لان تعمل في شيفت باي باي 2 وده هيبقى ساين برضه. قولي بقى ايه اللي هيبقى هنا مليني كده زي ما عملت فوق كده مالين اكتب ايه هنضربهم في بعض برضو. طيب هيبقى ام ساين اوميجا ام تي بساين اوميجا سي تي هيبقى نص ام بكام بقى ساين ايوه السم الديفرنس ماينس السم اوميجا سي ماينس اوميجا ام تي ماينس ساين اوميجا سي بلس اوميجا ام تي سوري كوزاين يا ريت بس لو انتوا تتاكدوا من اللي انا كاتبه ده صح يعني كوزاين. هل المكتوب ده صح ولا غلط؟ نعم هو المفروض ساينس لا ساين ساين هي كوزاين بس ماينس بدل بلس وان هو الديفرنس ماينس استنى بس صح كوزاينات صح ساين الديفرنس ماينس كوزاين السم كوزاين ديفرنس ماينس كوزاين السم. طيب لما انا اجمعهم بقى بالقدر ده لما اجمعهم هنا ايه اللي هيدي ايه اللي هيحصل بقى لو بصيت هنا الماينس دي اللي تحت انا حطيت تحتها خط ماينس كوزاين السم قصادها فوق في كوزاين السم ايه اللي هيحصل فيهم بالظبط كده يبقى هيبقى ايه في الاوتبوت هيبقى ام كوزاين طبعا عشان في نص ونص راحوا لان هتتجمع
هيدينا كوزين اوميجا سي ماينس اوميجا ام تي، فهيدينا سنجل سايد باند لور سايد، صح؟ طيب ازاي اجيب بقى الابر سايد؟ اضرب واحده منهم في جين نيجاتيف 1. بالظبط، او اطرح يعني لو انا بدل ما اجمع هنا هطرح نيجاتيف او اضرب واحده جين نيجاتيف 1 زي ما انت ما قلت. فبالحاله دي اللي هيروح مين بقى؟ الكوزاين دي والكوزاين دي هيروح مع بعض، اللي هم الديفرنس، ويبقى ام كوزاين اوميجا سي بلس اوميجا ام تي. طبعا عكس الفيس شيفت. نعم. لو خليت فيس شيفت 180 يعني كاني بضرب في يعني اعمل فيس شيفت 180 هنا او اضرب في نيجاتيف، او ان انا اطرح يعني انت ممكن تقول دي اضربها في جين من نيجاتيف 1 زي ما زميلكم قال واجمع، او هي كاني بطرحهم يعني. طب الطريقه دي واحنا بنشرحها هل اعتبرنا ان في جاب عند اللو فريكونسي كومبوننتس ولا لا؟ مش خدناها في الاعتبار. ما خدناش في الاعتبار، فبالتالي بغض النظر ان في جاب او لا، فبالتالي الطريقه دي ابلاي. بس الطريقه دي فيها عيب، ايه هو؟ ان لازم اظبط اعمل سينكرونايزيشن ما بين الموديليشنز الكارير موديليتورز. مش قوي، لان انت كده كده دي كان بتبقى على سيستم بلوك واحد يعني، او يعني بورد او سيستم واحد يعني، مش واحد في الترانسميتر واحد ريسيفر يعني، مفيش مثلا يعني في هم عباره عن يعني ممكن بورد واحده حتى كمان يعني. تمام، هي شامله الايرور بتاع الكوزاين اللي كان فيه فايده ولا مش شامله؟ مش هيفرق هنا، لان انت يعني انت دي كوزاين ام ام تي بلس واي، ولو حطيت واي هنا ما هتلاقيها هتروح يعني هتلاقيها موجوده هنا زي ما هي موجوده هنا، يعني زي نفس البورد يعني، مش هعمل دي مثلا فاي يعني، مش دي مش بالنسبه لدي، لا هي دي بالنسبه لدي، هي المشكله في الحقيقه في البلوك ده. المشكله في البلوك ده ليه بقى؟ الفاليو بتاعه المسج. ليه بغير في المسج؟ لا، ما انت بتعملها في شيفت فاستيل، ان هي ما يعني هي كانت كوزاين خليتها ساين تمبرري، لكن في الاخر خدتها زي ما هي. المشكله في البلوك ده في ايه بقى؟ ان انا عشان اعمل فيس شيفت كونستانت عند ديفرنت فريكوانسيز في الرينج ده كله، يعني انا هنا عند سنجل فريكوانسي اوميجا ام، لكن لو عندي الانبوت سيجنال فيها رينج من فريكوانسي الرينج ده، هل من السهل ان انا اعمل سيركت تعمل فيس شيفت كونستانت و90 ديجريز اندبندنت على الفريكوانسي من 0 لW؟ فالبلوك ده هيبقى ايه؟ صعب الامبلمنتيشن بتاعه. دكتور ممكن تاني؟ نعم، ممكن بس الحته دي تاني؟ الحته دي تاني، ان انا عشان اعمل فيس شيفت 90 ديجريز كونستانت مش فانكشن في فريكوانسي، يعني نايت ديجريز في رينج من 0 لدبليو، في الحاله دي صعب ان انا اعمل امبلمنتيشن لحاجه زي كده. طب يعني اديكم بس مثال بسيط، لو انا عندي سيركت بالشكل ده، لو عندي سيركت بالشكل ده ده الفي انبوت وده الفي اوت،
في اوت على في انبوت بيساوي كام؟ وان اوفر جي اوميجا سي على ار بلس وان اوفر جي اوميجا سي اللي هو ايكوالز وان اوفر وان بلس جي ار اوميجا سي او اوميجا سي ار يعني، صح كده؟ ها؟ هنا في اوت في على في انبوت كامبليتيود وكفيز كون فانكشن في فريكونسي ولا لا؟ فانكشن في فريكونسي، فان انا اعمل سيركت الفيز بتاعها بكونستنت برقم مثلا معين مثلا 45 ديجريز 90 ديجريز او وات ايفر يعني اندبندنت على الفريكونسي، فهو ده محتاج ايه يعني مش سهل يعني اللي هو ده، وفي ابروكسيميشنز وكده. واضح؟ دكتور، هو لو الـ MT ما كانتش كوزاين كان الموديليتر ده يشتغل برضو؟ يعني لو كانت اي سيجنال تانية، ما اي سيجنال تانية فيها فريكونسي كومبوننت بالشكل ده، صح؟ مش سنجل هارموني، ولا قصدك كانت ساين بدل كوزاين؟ لا، لو ما كانتش كوزاين او ساين يعني مسج عادية، اي مسج عادية اهو، ما هو لا انا اقصد هل يعني ازاي هكنسل هعمل ماينس مع بعض او هشيل اللور سايد او ابر سايد؟ ما هو بص، احنا قلنا قبل كده اللي ابلايد على سنجل هارمونيك كان بي ابلايد على اي سيجنال، لان هو اي سيجنال عباره عن مجموعه ساين وكوزاين في الاخر. تمام، ماشي. طيب في اي سؤال؟ هو ده كده يعتبر نهاية الجزء بتاع الـ Amplitude Modulation بمشتقاته، أنا يعني بسميها مشتقاته على أساس إن هو إيه Double Side Band والSingle Side Band دول جايين منه يعني. دكتور، يعني هي دي بس مشكلة الـ Single Side؟ نعم. يعني Single Side Band، Single Side Band إحنا شفنا ثلاث طرق للموديليشن، ماشي؟ إن أنت بستخدم Single Stage برودكت موديليتر وباند باس فلتر او تو ستيجز يعني، ودول ممكن استخدمهم لما يكون في جاب عند اللو فريكوانسي كومبوننتس، انما لو ما فيش جاب عند اللو فريكوانسي كومبوننتس استخدم اللي هي الطريقه الثالثه. بس الطريقه الثالثه ستيل فيها عيب، ان هو صعب ان انا اعمل كونستنت فيس شيفت ب 90 ديجريز ل ام اوف تي. تمام، ماشي. طيب انا هبدا اشير فايل تاني ونبدا نتكلم بقى ايه ال اف ام اللي هو فريكوينسي موديليشن، ماشي. قبل الفريكوينسي موديليشن، قبل الفريكونسي مودوليشن هناخد الفريكونسي مالتيبلكس. طيب ده فريكونسي مالتيبلكسنج او اف دي ام. فكره الفريكونسي مالتيبلكسنج اساسا عباره عن ايه؟ فكره الفريكونسي مالتيبلكسنج ان انا لما يكون ده الفريكونسي اهو، انا مثلا عامل سي ام، فعندي هنا اف سي والسيجنال حوالي ده دبل سايد باند مثلا سيبريز كارب. طيب لو انا عايز ابعت سيجنال تانية في نفس الميديا اعمل ايه؟ الفكرة ان انا اعمل لها موديليشن بكارير تاني، اسمي ده اف سي 1 وده اف سي 2، يبقى هنا دي مثلا سي تشانل 1 ودي تشانل 2. يبقى انا لو انا ابعت اتنين سيجنالز على نفس الميديا، كل اعمله بس اشوف ايه كارير تاني واعمل شيفت ما بينهم، وادي السيجنال ايه لو واحده ثالثه اهي اف سي 3 ودي تشانل 3. ممكن بقى ده كده اسمه فريكوينسي ديفيجن مالتيبلكس اف دي ام. في حد عنده اي سؤال؟ طيب هنا بقى البلوك ديجرام ده بيعمل الفانكشن. نعم، هو برضو كده بيعمل ايه بالنسبة للرسمة اللي حضرتك رسمتها؟ مين اللي بيعمل ايه؟ الـ FDM.
ال اف دي ام ده بيعمل فري كونزوليوشن مالتيبلكسنج، ان انا لما يكون عندي ميديا وعاوز ابعت عليه اكتر من سيجنال، فازاي اعمل مالتيبلكسنج ما بينهم بطريقه بحيث ان انا اجي عند الريسيفر اقدر افصلهم. يبقى مثلا لو فرضنا ان الميديا ما بين الترانسميتر والريسيفر، لو فرضنا ان ده الترانسميتر اهو، وفي مثلا الميديا اللي في النص ده مثلا سي اير مثلا اللي هو ده، ازاي ابعت عليه اكتر من سيجنال او اكتر من شانل. فانا يعني بقى اصح ان كاني برصهم جنب بعض بس عند فريكونسيز مختلفه. دكتور هاجي عند الريسيفر، حاضر هاجي عند الريسيفر افصلهم ازاي؟ مثلا انا عاوز تشانل 2، يبقى انا هستخدم باند باس فلتر عند اف 2 ات اف سي 2، هيشيل لي هيشيل لي تشانل 1 وتشانل 3 وياخد التشانل 2 بس، ويعمل لها بقى دي موديليشن وبقيه البروسيسنج بتاعها. مين اللي كان بيسال؟ انا دكتور. اتفضل. بس انا عندي سؤال، هو كده ال FDM هو الحاجة اللي بتعمل شيفت، ولا هو الميديوم نفسه، ولا ايه؟ انا مش فاهم. ال FDM ده تكنيك، وده البلوك ده بيعمله. تمام ماشي، عشان اقرب لكم المسافة وتعرفوا تشرحوا كويس، ان ده هنا الترانسميتر اهو، وده الكومن شانل، ده الترانسميشن ميديا، السيستم كله يعني. وهنا ده ريسيفر، او حتى اي ترانسميتر وريسيفر. ده بيعمل ايه؟ ده بيجيله السيجنالز ده اللي في الاول على الشمال، ده ان ام 1 وده ان ام 2 وده ان ام 3 سوري ام ان، خلاص. فبالتالي بيعمل منهم مالتيبلكسنج اللي هو ده، بيرسمهم جنب بعض في الفريكونسي، وبعد كده بيبعتهم في الميديا. يعني بيجي عند الديستنيشن يفصلهم تاني. طب يا دكتور، هو مش يعني هم قريبين من بعض، يعني بين باس فلتر يعرف يطلعهم؟ ما هو الباند، انت بتسيب جارد باند ما بينهم بحيث ان هو يعني الباند باس فلتر يعني يقدر يسيب، يقدر الباند باس فلتر يقدر ان هو يعني يسلكت التشانل دي من غير ما ياخد نفس فكره السنجل سايد باند، ان في جاب هنا اهو، الجاب دون ده اسمه جارد باند. الجاب ده بحيث ان هو يبقى يدي فرصه للفلتر ان هو الايدج بتاعه لو في ميل، ان الايدج لو في ميل ممكن ان هو لو في ميل اهو مش هيأثر على السجن. طيب دكتور، وانا استخدمت هنا باند باس فلتر عشان يعني عندي رينج مش اخري رقم فريكوانسي معين. الباند باس فلتر ده ده الباند باس فلتر ده علشان اختار التشانل واشيل الباقي، لان اللي جاي مثلا لو دي انتنه، ده الاول بتاع الانتنه هيكون فيه التشانلز دي كلها. انا عاوز كريسيفر يعني مثلا تسمع مثلا ساتلايت مثلا او راديو او اي حاجه، فالانتنه بتاعت الراديو جايه لها كذا تشانل، كل تشانلز اللي هتتباعت. طب انا عاوز اسمع تشانل معينه، اعمل ايه؟ بتعمله تيونينج. التيونينج ده انت بتسيلكت التشانل وبتشيل الباقي. ايوه انا قصدي ليه ما عملتش بلو باس فلتر؟ لو لان الفريكونسي دي فريكونسي كبيره، يعني اديكم مثال، لو انت بتتكلم على الراديو اف ام، اف ام راديو الفريكونسي بتاعه بكام؟
بحدود ال 100 ميجا. مش هاد في تشاين كيرت اسمها كوماند اللي هي 100.6. فهنا الفريكوسي هنا بتاعت ال انا زودت الحته دي الفريكوسي هنا كبيره خلاص، فبالتالي هي باند باس فلتر. ليه؟ لان في فريكوانسي هنا تاني. تمام. يعني لو عاوز تشانل 2 دي اعمل ايه؟ لو لو باس فلتر، لو باس فلتر هاخد تشانل 1 وتشانل 2 مع بعض صح؟ مع الحاجات اللي هنا دي كلها. فعشان كده لو عاوز سيلكت تشانل 2 بباند باس فلتر كده. تمام. واضح؟ طيب في اسئله تانية؟ طيب في حد بقى يقدر يشرح البلوك ده؟ دكتور هلك سمعني؟ اتفضل. مين اللي هيشرحه؟ هلك سمعني؟ اتفضل. محمد. ومسجد في الأول إحنا عندنا عدد ما مسجد ندخلها على لو باس فلتر عشان نشيل لو في نويز. بعد كده بندخله على مديوريتور، كل مديوريتور بياخد كده في كونترولر التاني. بالظبط، كلهم كنترول بإيه؟ بكالر واحد. فهنقول هنا مثلا هنا مثلا اف سي 1، هنا ده اف سي 2، وهنا ده اف سي اف سي ان. بالظبط. بعد كده بيدخل على باند باس فلتر برضه عشان يعني ممكن مثلا لو انا مش عارف ايه الموديليشن ده بالظبط نوعه ايه، بس هو مثلا لو كان سنجل سايد باند باند باس فلتر ده بياخد اللي هو مثلا الابر مثلا او اللور بس. لا لا، في الحقيقة هنا ده لو سنجل سايد باند موديليتور هيخرج منها سنجل سايد باند برضه، بس الباند باس فلتر ده محطوط ليه بقى؟ بصوا عشان بس تكونوا عارفين ان انت في الكوميونيكيشن سيستم عامه بتبقى فيه نون لينيارتي. يعني انت النون لينيارتي دي انت شفتوها في الشيت في مسائل الايام، ان هو نتيجه النون لينيارتي بتبقى فيه هارمونكس. يعني انت مثلا لو عندك انا هكتب فوق هنا، لو عندك مثلا كوزاين سكوير اوميجا 1 تي ماشي، الفريكوينس كومبوننتس اللي موجوده فيها كام كده؟ يبقى في عند 0 عند اف سي عند 2 اف سي. بس هنا هيبقى ده لو فكيته هيبقى نص في 1 بلس كوزاين 2 اوميجا 1 تي. ففي الحقيقه هتلاقي عندي 0 وعندي 2 اوميجا 1 ماشي. فان جنرال لو انت عندك نون لينير سيركت بتجنريت هارمونكس خلاص خارج البند بتاعها. او يعني مثلا هنا ده المفروض لو احنا بنتكلم على سيجنال اوميجا 1 لما عملت لها سكويرنج كنون لينير عدى على نون لينير ديفايس عمل لها سكويرنج فطلع 2 اوميجا موجوده خلاص، فانت بتجنريت فريكوانسيز مش موجوده. فبالتالي الموديليشن ده اساسا لينير ولا لينير بروسيس؟ Non-linear process. فالمهم بعد الموديليتور خلاص بتلاقي عشان تتاكد قبل ما اخش على الترانسميشن ميديا واجمعهم على بعض، عشان لو في اي نون لينيارتي في موديليتور معين وليكن ده هياثر على السيجنال اللي موجوده اللي جايه من الكل، لان هما بيتجمعوا في الاخر هنا. ناخد بس السيجنال اللي هي حوالين الاف سي بتاعتنا. بالظبط. فالباند باس فلتر ده عشان نضمن ان 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 الاوتبوت اللي هتخرجه على الميديا وهيجمع على بقيه المسجز باند ليميتد للسيستم ده معمول عليه ديزاين ماشي. دكتور امال ايه لازمه اللو باس فلتر؟ مش هو اصلا بيعمل ريجكت لاي سيجنال اكبر من اوميجا سي؟ بس ده عند البيس باند. ده عند ايه يا دكتور؟ عند البيس باند المسج سيجنال قبل الموديليشن. هي اصلا تبقى داخله نون لينير. مين اللي داخل نون لينير؟ المسج سيجنال كده يعني ولا لا؟ بص هنا المسج دي هتعدي هتخش على الموديليتور الاول ماشي.
يعني شفنا في الموديليشن ان مثلا السيجنال تكون باند ليميتد ل دبليو وليها كاركترستكس معينه امبليتيود وفريكوينسي وكده يعني خلاص. فهنا ده السيستم ده معمول له ديزاين ان هو يكون بيبعت بيس باند سيجنال لبند معين خلاص. فانا وانا في اللو باند وانا في اللو فريكوينسي كومبوننت اللو فريكوينسي باند سوري بعمل كات عشان اتاكد ان السيجنال هنا باند ليميتد ل دبليو. Otherwise اعمل حساب اتاكد كده ان السيجنال باند ليميتد ل دبليو ماشي. Otherwise هبص الاقي هو في انا معلش حصل فيه ايه ماشي. هو ايه الفرق بين اللوب اللوب باس والباند باس فلتر؟ حاضر. ده ال ده ال W وده ال frequency ده عن DM of F. ال low pass filter ده بيبقى characteristic بتاعته ان هو بيعدي band كده وبيشيل ال high frequency components. ده اللو باس فلتر. الباند باس فلتر ان هو بيعدي باند اهو وبيشيل اللي قبل واللي بعد. ده الباند باس فلتر. طب معلش هو القلم تخن علشان يرجع تاني نقفل الابليكيشن بس اللي هو الباوربوينت ونشغله تاني. طيب شايفين كده؟ يا دكتور طيب تعال نشوف عشان نعرف الموديلاتو ده شغال ازاي او سوري السيستم ده شغال ازاي. تعال نسمي هنا ده مثلا ايه هنسميه مسج 1 دي هنسمي دي ان A ودي ان B ودي ان C ماشي. هنسمي دي ان A 11 ودي ان A 21 دكتور. وحضرتك كنت قلت ان احنا بنستخدم باند باس فلتر عشان النون لينير الايكويشن يعني زي الكوزاين اللي فوق. بس هو المفروض اللي خارج لي من الموديليتور بتاع لو هي سنجل سايد باند حضرتك قلت هيطلع لي السنجل سايد باند ف ازاي ده هيطلع نون لينير؟ بس هنا في يعني قد يكون في امبليفاير او وفي نويز برضك موجوده. فالتملي في اي سيستم يعني خدوها قاعده كده اي سيستم في الانبوت خالص اهو بيبقى فيه فلتر بناء على على السيجنال نفسها وفي الاوتبوت بيبقى فيه فلتر بناء على السيجنال نفسها. هنا السيجنال اللي جايه بيس باند فبحط لو باس فلتر. هنا السيجنال بعد الموديليشن فبحط باند باس فلتر. عندي الريسيفر اهو السيجنال جايه في الاول فيه ايه فلتر اهو وفي الاخر فيه فلتر. الفلتر في الاول ده باند باس فلتر لان السيجنال فين عند الكارير. بعد ما اعمل الدي موديليشن وقبل ما اعمل لها فاينل ديليفري كمسج بعمل لها لو باس فلتر خلاص. وهو عامه في جوه السيستم ده نفسه مثلا عند الريسيفر ده لو ممكن الدي موديليشن ده بيتعمل على كذا كذا ستيب
فانت ممكن تلاقي ما بين كل بلوك وبلوك في فلترز عشان تتاكد ان انت بتاليمينيت اي نويز او ان اي نون لينيرتي جت خارج البند اللي انت بتاع انترستد بيه. تمام ماشي. طيب هو انا الباند باس فلتر مش كان هو اللي بيليمينيت ال معلش مش سامعك عالي صوتك كده. هو الباند باس فلتر كان هو اللي بيليمينيت النون لينيرتي صح؟ بعد اللي هي بيطلعها الموديليتر. ده لو اي نون لينيرتي في الموديليتر او نويز او كده يعني. طب هو الديموديليتر ليه ما فيش بعده باند باس فلتر برضه يليمينيت النون لينيرتي اللي طالعه من الديموديليتر؟ نفس الفكره هنا. لا قصدي بعد الديموديليتر بقى يبقى في باند باس فلتر تاني قبل اللو باس فلتر. لا ما هو الديموديليتر ده بيخرج بيس باند بيخرج المسج. وبياخد يعني بتطلع من السيجنال نفسه لينير عادي ما يبقاش فيه مشاكل. مش مهندس انت هنا بقول لك الفلتر اللي انت بتاخده بناء على الباند اللي هو موجود فيه السيجنال في الباند هنا عند اللو فريكونسي. اوكي ماشي عشان كده استخدمنا الباس فلتر. طيب فتعالى نشوف بقى هنسمي لو مش عارف القلم تخن ليه A11 أو A1 A2 A3 وانا B1 B2 B3 وانا C1 C2 C3 وهنا بقى ده دي يعني دي يعني نقطة واحدة اللي هي الترانسميشن اهو دي وبعد كده هنا يبقى ABCD هنا E1 E2 EN DN معلش خلينا N وهنا F1 F2 FN ماشي هنا مثلا G1 G2 هنا GN. تعال نرسم الويف فورم بقى عند كل واحد. تعال نشوف الـ الأول اللي هو على الشمال ده خلاص ده كله بيس باند مثلا فويس أو فيديو أو غيره. فهاجي هنا هرسم كده هرسم كذا سيجنال تحت بعض فهذا التركيز شوية لو سمحتوا. ده M1 of F وده M2 of F وده من M طبعا هكمل كده دول MN of F دول كلهم باند ليميتد ليه؟ لـ W. لو انا بعتهم كده as is مع بعض على نفس الميديا طبعا هيحصل ايه؟ ميكس ما بينهم مش هقدر افصل عنهم ما بينهم ايه عند الريسيفر خلاص؟ طيب فبالتالي بجيب بقى كاريرز اللي هم دول الكاريرز اللي هم دول خلاص. فبالتالي الكاريرز بقى هتبقى عامله ازاي؟ ده FC1 سوري ده الكارير لوحده الكارير عبارة عن سنجل هارمونيكا وبعد كده ده الكارير التاني FC2 وهكذا لغاية آخر كارير اهو
هنكمل كده لغايه اخر كارير ايه FCN. ماشي، في حد عنده اي سؤال؟ طيب دي كده بوينت ايه، ايه بوينت بي عباره عن ايه؟ بوينت بي اللي هي دي، دي عبارة عن بوينت A لو هو السيجنال A ما فيهاش نويز وكده. فبوينت C بقى اللي هي عبارة عن المالتيبليكيشن ما بين A او الموديليشن بتاع السيجنال C بالسيجنال بتاع كارير بالسيجنال B. وبالتالي هرسم هنا بقى مين، هرسم C1 C1 تحت، C1 تحت هنا، وبعد كده C2، وهكذا لغاية ايه CN. تعال نشوف بقى بوينت سي دي عبارة عن ايه، عبارة عن السيجنال الاولانية موديليتد حوالين اف سي 1، و سي 2 عبارة عن السيجنال التانية موديليتد حوالين ايه اف سي 2. فبالتالي هتبقى هنا تحت ال اف سي 1 اهي في السيجنال الاولانية موديليتد دي تشانل 1 اهي. طيب وعند اف سي 2 في السيجنال الثانيه موديليتد دي تشانل 2، وهكذا لغايه عند الاف سي ان. انا شفت برضه عند اف سي ان في السيجنال اي دي تشانل ان. طيب اخر حاجه هنعملها تحت اللي هي مين بقى، اللي هي بوينت دي، دي اللي هي يعني دي اللي هي هنا. البوينت دي بقى في دي بتعمل ايه؟ بوينت دي بقى بتجمع كله، هتجمع مين؟ هتجمع دول خلاص. فبالتالي هيبقى عندنا اف سي 1 حواليها ايه تشانل 1، واف سي 2 حواليها تشانل 2، وهكذا لغايه اف سي ان حواليها تشانل ايه ان. ده الترانسميتر. حد عنده اي سؤال؟ تمام اتفضل. لا بقول تمام. طيب ماشي. طب انا اسالكم بقى، يعني مثلا لو اخترنا رحمه احمد مثلا. ايه دكتور، في الريسيفر بقى هتعملي ايه؟ ممكن هاي تجيب الجراف ده. ايه خلي بالك في الريسيفر على حسب الباند باس فلتر هيكون عند انهي فريكوانسي هختار الشانل. بالظبط كده. فبالتالي الباند باس فلتر الاولاني ده هيخرج لي تشانل اي 1، التشانل بتاعت الاولانيه دي عند اي 1 يعني هتخرج تشانل 1 بس موديليتد لسه. والباند باس فلتر الثاني ده هيخرج ايه عند اي 2 تشانل 2 بس موديليتد. فيبقى في الحاله دي وانا بالرجع كده هكتب بقى هنا ايه، هقول هنا ديا دي برضه في نفس الوقت هي اي 1 اهي، وديا اي 2 وديا اي 3. طيب بعد ما عملت باند باس فلتر وعملت دي موديليشن وعملت دي موديليشن اللي هي البوينت اف، بقى بوينت اف دي عباره عن ايه؟ السيجنال بعد الدي موديليشن خلاص. فبالتالي هتطلع لو طلعت لفوق هنا دي هتبقى اف 1 ودي اف 2 ودي اف 3. ولو انت اعتبرت ان هو مفيش نويز ونون لينيرتي هنا في اللوبس فلتر ده هتبقى الاف 1 هي الجي 1 عادي. فبالتالي هنعتبرها ان هي برضك ايه
لان احنا لسه مش مدخلين الفلتر بتاع الانترفيرنس والنويز، فبالتالي هيبقى هي نفس البوينت جي اللي هي الام داش ام 1 داش واللي هي دي ام 2 داش وهنا ام 3 داش. واضح؟ يبقى انا كده عملت ايه موديليشن، عملت فريكوينسي مالتيبلكسنج ودي مالتيبلكس. انت بس زي ما قلت لك انت ما تتخضش من شكل الدياجرام ده، بص عليها هتلاقي ايه، هتلاقي الفلتر زي دي حاجات اساسيه بتحطها في الكوميونيكيشن سيستم عامه يعني. وزي ما قلت لكم لو احنا مثلا في هنا في امبليفاير، فممكن مثلا الامبليفاير ده ممكن كذا ستيجز ما بين ستيجز بعضها بحط باند بس فلتر برضه. ماشي، في اسئله دكتور؟ عندي سؤال. اتفضل. هي الان ليها ليميت ولا انا ممكن يبقى عندي مسجز كتيره جدا وتشانلز كتيره جدا، ولا في ليميت للهاردوير؟ لا، الليميت هنا بيبقى عامه الليميت بيبقى من اللي هو الفريكوانسي باند بتاعك انت، ده الباندوتس اللي عندك اللي في الترانسميشن لاين. نعم، ترانسميشن لاين يعني، ولا كاير مثلا او ترانسميشن لاين او غيره يعني. انت مثلا انت لو شركه موبايل وبتعمل والتشانل دي عباره عن، والتشانل دي عباره عن تليفون كولز، خلاص. فبعمل ايه؟ باجي الباند اللي انا شاريه ده بقسمه ما بين الديفرنت كولز يعني. تمام. يعني التليفون كل مثلا محتاجه حوالي 4 كيلو لو انت سنجل سايد باند، وانا كارير مثلا عندي 100 كيلو، في كم يوزر ممكن يكلموا عندي في نفس الوقت؟ اقسم ال 100 على 4 في نفس الوقت، هم ده العدد الماكسيمم اللي هو ممكن ياكسس التشانل. تمام. طب هو انا اللي عايز انكريز الكاباسيتي بزود التشانلز ولا ايه بالظبط؟ لو زود الكاباسيتي ازود التشانلز، او ساعات بستخدم مودريشن تكنيك تاني يعني. تمام، ان شاء الله. طيب دكتور، احنا هنا بس الام اوف اف شفتناها مره عند اف سي 1 ومره عند اف سي 2 ومره عند اف سي 3، بس احنا ما عملناش لسه موديليشن. لا، ما التشفيته دي هي الموديليشن هنا، دي ده موديليشن، ده موديليشن. انا قلت لكم حتى هنا قلت لكم ده انا اعتبر ان هو دبل سايد باند سبريز كارير يعني. تمام، بس كستبس احنا ما عملناش ستبس الموديليشن العادية. ده عملناه، ما عملناش التفاصيل بتاعتها. تمام، انا قصدي يعني احنا ده موديليتور. ليه بقى؟ هل الكلام ده ابلايد على الاي ام بس، ولا سنجل سايد باند، ولا دبل سايد باند، ولا الاف ام، اي نوع موديليشن؟ ده وده، ماشي. فده ابلايد لو حتى اف ام او بي ام، ماشي ابلايد. في حد عنده يسأل؟ طيب هناخد بقى دلوقتي اللي هو كنا اتكلمنا عليه في اول المحاضره، اللي هو الاف ام والبي ام اللي هم الاثنين مع بعض اسمهم انجل موديليشن. احنا بقى هنعرف كونسبت جديد اللي هو ايه، اللي هو الريليشن شيب ما بين الفريكوانسي والفيز. يعني احنا قلنا قبل كده ان انا عندي اي سي كوزاين اوميجا سي تي بلس فاي، ماشي. هو لما بقول لما تيجي تجيب كوزاين انجل، كوزاين انجل مثلا كوزاين 60، ماشي، ال 60 دي يعني هي بتبقى الاوميجا سي تي ولا الفاي ولا الاثنين مع بعض؟
الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض خلاص. فعشان كده الكونسبت الجديد هنا ان انت هتلاقي ان البي ام والاف ام دايركتلي ريليتد لبعض. مش تعرف يعني احنا مثلا لما خدنا الاي ام خدنا الاي سي ده وغيرنا في الامبليتيود وطلعنا منه دبل سايد باند سبريس كارير وسنجل سايد باند خلاص، ما اتكلمناش خالص على الفريكوانسي وايه والفيز خلاص. لكن هنا لما زي ما هنشوف ان انت الاف ام هو الفاريشن في الفريكوانسي بس الفاريشن الام اف تي والبي ام هو فاريشن في الفيز بحيث يبقى بروشن الام اف تي. هل لو انا غيرت الفيز ده مش بنشر كان الفريكونس تغير والعكس، لان انت بتبص لها حته واحده على بعضها كانجل يعني هنلاقي ان هو دايركت ريليتد لبعض. تعال نشوف كده بسرعه الريليشن شيب ما بين الانجل والانجل والاوميجا. هو لو عندي فيكتور بيلف بسرعه اوميجا، ده الريال وده الايمجين. فيكتور هو بيلف بسرعه ايه اوميجا. الانجل اللي هو بياخدها يعني مثلا افرض ان هو ابتدى من هنا، افرض ان هو ابتدى من هنا ده عند التايم تي بيساوي زيرو، دي فاي ماشي. الانجل ات اني تايم، الانجل دي بص الانجل دي بكام، الانجل دي بكام ده هو بيلف بسرعة أم بس يتغير على حسب التايم. بس قيمتها بكام مع التايم؟ الانجل دي ثيتا ايكوالز طبعا هي ثيتا اوف تي ايكوالز فاي بلس اوميجا تي صح؟ تمام. طيب سؤال بقى، لو الاوميجا نعم لو الاوميجا دي مش كونستنت، ده لو بيلف بكونستنت سبيد، لو الاوميجا دي مش كونستنت هعمل ايه؟ يعني شويه يكون ماشي سريع بيلف وبعد كده سوري بطيء وبعدين يسرع وبعدين يبطئ وهكذا. اجيب الانجل التوتال ازاي بعد تايم تي؟ هنجيب افريج ريت اوف تشينج او المين الافريج. الافريج من الافريج هجيب ازاي لو حتى لو هنجيب الافريج الانتجريشن على التايم صح؟ طيب يبقى دخلنا في الانتجريشن. تعالى بقى نبص لها طريقه ثانيه. لو انا خدت ايه، لو انا خدت من هنا دلتا سيتا، دلتا سيتا زي ما انت بتعمله في الانتجريشن يعني، ما اقدرش اقول ان الاوميجا هنا هي كونستانت اوميجا ايكوالز اوميجا تي والدلتا سيتا هنا بتساوي اوميجا تي في دلتا تي. ها انا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني تايه في النص. طيب هو انا هنا عندي فيكتور بيلف بس بسرعه مش كونستانت، فعاوز اشوف اتصرف معاه ازاي، عاوز اجيب الانجل اللي هو مشيها. لو انا خدت دلتا تي، دلتا تي في وقت صغير ماشي، هيكون مشي انجل قد ايه؟ دلتا ثيتا. طيب الدلتا سيتا بكام؟ ايه الريليشن شيب ما بين الانجل الصغيره دي اللي مشيها والتايم؟ هي الاوميجا صح؟ يبقى دلتا سيتا ايكوالز اوميجا عند التايم ده مضروبه في دلتا تي في الحاله دي كاني اعتبرت ان الاوميجا كونستنت وزن تايم صغير. ده فاليد اسامبشن وعملته قبل كده في الانتجريشن كتير يعني لما اجيب ايرور عند الذاكره ماشي. يبقى انت عندك هنا ال يبقى عندك ثيتا اوف تي، لما اجيب الثيتا بقى ثيتا اوف تي ايكوالز كام؟
لما دلتا ثيتا، لما دلتا ثيتا ايكوال ده، يبقى ثيتا اوف تي بيساوي كام؟ بيساوي الانتجريشن ماشي بتاع اوميجا اوف تي دي تي، لما اخد الليمت لما تي تبقى صغيره قوي. في حد عنده اي سؤال ولا واضحه؟ اه كده الاوميجا فانكشن في تايم يعني مش كونست. اه ده لو الاوميجا فانكشن في التايم يبقى طلعت ثيتا كمان هي فانكشن في التايم، والريليشن شيب ما بينهم مش مالتيبليكيشن يعني يعني مش كده، لان الاوميجا هنا فانكشن في التايم مش مالتيبليكيشن ولكن انتجريشن اساس. لو الاوميجا كونستنت هيدي ايه؟ مالتيبليكيشن. اه بالظبط، لو اوميجا كونستنت هتخرج بره الانتجريشن، ويبقى الانتجريشن بتاع دلتا تي بي تي، ويطلع الترم ده. يبقى الترم ده اللي احنا فاميليار بيه وشغالين بيه من بدري بقى لنا كذا سنه، اوميجا تي بلس 5 كوزاين اوميجا تي بلس 5، ده على اساس ان هو بيلف بسرعه اوميجا كونستنت. لو بيلف بسرعه اوميجا مش كونستنت، فالريليشن شيب في الحقيقه ما بين الاوميجا والثيتا هي انتجريشن ودفرنشيشن. خلاص، يعني ايه انتجريشن ودفرنشيشن؟ لو انا قلت لك بقى العكس، اوميجا في تي بيساوي كام؟ هتقول لي دي دي تي لثيتا اوف تي، ماشي. هي دي الريليشن شيب ماشي. الانتجريشن ده الليميت بتاعته ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ من 0 ل تي مثلا. اه من 0 ل تي. طب لو انا كتبت من 0 ل تي او من تي 1 ل تي 2 عشان يبقى جنرال، او بص هو من 0 ل تي صح، او ممكن من ماينس انفينيتي ل تي. من 0 ل تي على اساس ان انا بدات من 0، وماينس انفينيتي ل تي على اساس ان انا بحسب الايه الانجل كلها من اول ما ابتدى مثلا الترانسميشن مثلا بتاع السيجنال. طيب فانا مش هقف قوي عند 0 ولا انفينيتي، لان في الاخر خالص هيبقى الفرق ما بينهم كونستنت، يعني هيبقى الانتجريشن من ماينس انفينيتي ل تي، سوري من ماينس انفينيتي ل 0 ده كونستنت، فمش هيأثر قوي على الكونسبت اللي احنا عايزين نتكلم عنه. فبالتالي بس هنا في بس تعديل صغير هعمله وعملناه في كورس السيجنال، حد فاكر ايه هو؟ هعمل ايه هنا؟ دي تاو. دي هتبقى تاو. اه خليها عشان ما يحصلش ما بين التي دي والتي دي. اه فهحط ضم هنا فاريبل اسمه تاو او اي سيمبل يعني، خلاص عشان بس ما يبقاش ايه ما يحصلش كونفيوجن، يعني ده ضمي فاريبل هيروح بعد الانتجريشن، واللي هيبقى عندي مين؟ التي دي هي اللي هي في الليميت. طيب يبقى احنا كده في كونسبت جديد عرفناه، ايه هو؟ ان الريليشن شيب ما بين الانجل والفريكونسي هي انتجريشن وديفرنشيشن. طيب بناء على كده بقى تعالى نطبق الحته دي، ان الفريكونسي تشينج هنا لينير بروبورشن مع ام اف تي، وهنا ان الفاي بروبورشن لايه؟ لام اف تي. فتعالى نشوف هنا هنقسم كده نصين، الشمال ده اف ام واليمين ده بي ام. تعال نبدا من الكونسبت خالص، ان الاف بقى مش هيبقى اف كونستانت، هيبقى اف اوف تي ايكوالز ان فريكوينسي بروبورشن لام اوف تي. هنقول اف سي بلس كونستانت كي في ام اوف تي ده وان في الاف ام، ان هو تمام اللي احنا بنقول الفاريشن هو البروبورشن مش الفاليو نفسها. فلو الام اوف تي بزيرو خلاص السيجنال لسه خارجه بفريكوينسي اف سي، خلاص الكونستنت دون زي الكونستنت اللي خدناه في الاي ام، سميناه هنا كي اف بس علشان هناخد هنا كي بي بردك، ان الفاي او الثيتا اوف تي ايكوالز ايه اوميجا سي تي بلس في البي ام، في البي ام في البي ام اهو انا وردت هنا بي ام واف ام، ده كده اف ام وده بي ام.
في البي ام هنا الفاريشن في الفيز في هو البروشن الام اف تي، لكن ده ما تاثرش اوميجا سي تي. فعندي اوميجا سي تي بلس الفاريشن، بقى اعمل ايه؟ هضرب في كونستانت اسميه بقى كي بي في ام اف تي. فالفاريشن هنا في الفريكونسي هو البروشن الام اف تي، والفاريشن هنا في الفيز هو البروشن الام اف تي، والكونستانت دون طبعا زي ما سميناه قبل كده في الاي ام اللي هو هنا مثلا اف ام موديليشن سنسيتيفيتي. خلاص، وهنا نفس الحكايه على اليمين الكي بي. اللي احنا عايزين نعمله عشان ما نتوهش، احنا عايزين نجيب شكل السيجنال عامل ازاي، ماشي؟ فبالتالي عايزين نجيب شكل السيجنال عامل ازاي، فبالتالي هنا هنجيب الاوميجا اوميجا تي اللي هي 2 باي اف اللي هي 2 باي اف سي دي اللي هي اوميجا سي بلس 2 باي كي اف في ام اف تي. طبعا دي عندنا الاوميجا، من الاوميجا اقدر اجيب ايه بعد كده؟ لو عندي الاوميجا اقدر اجيب ايه بعد كده؟ مارينا ايهاب. ايه يا دكتور؟ لو عندي الاوميجا اقدر اجيب ايه؟ اه مش سامع عشان النت بيقطع، ممكن تقول تاني؟ لو انا عندي الاوميجا اقدر اجيب ايه؟ طب انا هنا عاوز اوصل لايه في الاخر؟ اللي هي الاف اوف تي. اللي هي اس اوف تي اللي هي الموديلات السيجن، ماشي؟ فانا بدات من الكونسبت ان هو الام اوف تي فانكشن في الفريكونسي. خلاص، وجبت ايه؟ الاوميجا. بعد ما اجيب الاوميجا اجيب ايه بقى عشان اجيب الكارير موديلات الكارير؟ شو هو كوزاين اوميجا تي؟ كوزاين اوميجا تي. هل هعمل كده؟ هضرب في تي وخلاص؟ الاوميجا هنا فاريبل، اعمل ايه؟ اعمل اجيب ثيتا انتر انتجريشن. فبالتالي بعد ما اجيب الاوميجا في تي دي هجيب ثيتا في تي اللي هي ايكوالز اوميجا سي تي بلس الانتجريشن من ماينس انفينيتي ل تي هنا 2 باي اف 2 باي كي اف ممكن يطلع بره، ويبقى الانتجريشن بتاع ام اف تاو دي تاو. ماشي، جبت الثيتا اقدر اجيب بقى ايه؟ الكارير اس اوف تي، ده اللي انا عاوزه في الاخر. اس اوف تي ايكوالز اي سي كوزاين كوزاين ايه بقى؟ كوزاين ده كله اوميجا سي تي بلس انتجريشن. فبالتالي هيبقى اوميجا سي تي بلس 2 باي كي اف انتجريشن من ماينس انفينيتي لتي لام اف تاو دي تاو. ماشي دكتور، واحنا ليه حطينا الفاريشن بتاع ثيتا واحنا بنتكلم على الاف ام؟ انا لسه قايل من شويه واكد عليها تاني ان مش هنقدر نفصل الاف ام عن البي ام، عشان بدل في فاريشن في الاوميجا يبقى في فاريشن في ثيتا. بالظبط كده. فدوس هتلاقي ان هنا وهنشوف دلوقتي لما نيجي نرسمها مش هنقدر نفصل ما بين. طب بعد كده جبنا هنا جبنا ثيتا، اقدر اجيب اس اف تي ولا لا؟ على اليمين هنا اقول بقى اي سي كوزاين على طول الكلام ده اللي هو ام سي تي بلس كي بي ام اف تي. ماشي، طيب يبقى انا جبت هنا ثلاثة بارامترز على الشمال اهو، جبت الفريكونسي اهو، ماشي، وجبت الثيتا، وجبت ايه؟ سوري،
وجبت ال الثيرد نمرة 2 ماشي. انا هنا جبت ادي واحد اهو سوري دي 2 من الشمال دي 2 ودي 3 ناقص لي ايه واحد اللي انا اللي اجيب الفريكوانسي ماشي. يبقى انا عاوز اجيب الفريكوانسي. اجيب الفريكوانسي ازاي؟ ها اجيب الفريكوانسي ازاي في حاله الاف ام من التو كوشنز اللي فوق؟ اجيب الاوميجا من الثيتا عن طريق ايه؟ differentiation. عن طريق differentiation ماشي. يبقى ال f f f of t equals 1 over 2 pi عشان اوميجا هي اللي بتساوي differentiation d dt لثيتا of t equals ايه بقى؟ equals f c plus kp over 2 pi d dt ل m of t. يبقى احنا كده جبنا ال الفريكونسي وال جبنا الفريكونسي والانجل والاس اوف تي. طبعا هنا عشان معلش انا هكتب هنا اهو هسمي ده اف ام وهسمي دي بي ام. طالما بنتكلم على نوعين موديليشن فبس محتاجين سبسكريبت عشان يفرق ما بينهم. فهنقول هنا اف ام وهنا ايه بي ام. طب دكتور كان عندي سؤال. اتفضل. هو مش في البي ام هيواجه نفس المشكله بتاعت السنجل سايد باند هو الفيس شيفت وان السيركت مش هتعرف تعمل فيس شيفت لكل الفريكونسيز ولا لا؟ هنا يعني برضه هتقابلنا نفس المشكله واخد بالك بس يعني هنشوف هنا تبقى يعني مشكله ان احنا محتاجين لينير لنعمل لينيرزيشن لنون لينير كيرف اللي هي الريليشن شيب برضك ما بين الفريكوانسي والفيز وكده هتعمل لينيرزيشن. طيب تعالى كده نرسم دكتور كان عندي سؤال. اتفضل. هو احنا ليه بدأنا من الايكويشن اللي هي بتاعت الثيتا في الفيز موديليشن؟ لان الفيز موديليشن اهو باي ديفينيشن هو ايه ان باجي دي الفاي دي واخليها فاريبل بروبشن لام اوف تي فيبقى ده موجود اهو اوميجا سي تي زي ما هو عشان كده اوميجا سي تي الفورم بتاعتها ان انا بخلي الفريكونسي ثابته واغير الفيز. بالظبط تمام شكرا. بس هنيجي دلوقتي هنبص هنلاقي ان فريكونسي بناء على الريليشن شيب دي ان تغيير الفيز نفسه معناها ان الانستنتينيوس فريكونسي فاريبل. اي نعم هو حوالين الاوميجا سي اهو والاف سي ولكن فاريبل. يعني تعالى بقى نرسم السيجنالز بقى دي لو m of t بالشكل ده التايم اهو ده هنا m of t وهنا ده c of t اهي c of t الكارير زي ما احنا متفقين ان هو بيبقى constant amplitude والفريكونسي بتاعه كبير خلاص. فهنا ده كده ما بين AC وماينس AC والفريكونسي بتاعه هنا FC. طيب تعال نشوف بقى ال FM وال PM نرسمهم تحتيهم. طبعا في حاجة عارفينها عن ال FM وال PM في الرسم هنا واضحة ان هي الامبليتود كونستانت. فهنا S of T FM وهنا S of T PM في الحالتين الامبليتود كونستنت. اللي انا برسمه بالاحمر ده جايد ولكن مش سيجما.
طيب تعالى بقى نرسم ال FM الأول، وده احنا رسمناه في أول السنة خالص، لو أول الترم خالص لو تفتكروا، إن احنا جينا كده أهو، قلنا إن ال في ال FM ال signal proportional ل ال frequency proportional ل ال amplitude، فبالتالي هتلاقي الفريكونسي هنا يزيد والفريكونسي هنا اف سي وهنا اف سي وهنا يقل وهنا اف سي وهنا يزيد. يعني لما يكون السيجنال ام اوف تي بزيرو الفيريشن في فريكونسي ما فيش حاجه، هنا اف سي اهو، يبقى هنا ما فيش سيجنال ام اوف تي بزيرو فالاوتبوت هو اف سي بس. لما الام اوف سيجنال يزيد يبقى يزيد عن اف سي ويقل يقل عن اف سي. خلاص، فلو انا جبت رسمت ده هرسمه ازاي بقى؟ هرسم هنا فريكونسي، هبدا من على الشمال هرسم فريكونسي اللي هو اف سي اللي انا رسمه فوق، وبعد كده يبدا ايه الفريكونسي يزيد اهو، وبعد كده يبدا يقل ايه تاني واحده واحده لغايه لما يرجع اف سي، وبعد كده يرجع تقل تاني عن اف سي، وبعد كده يرجع اف سي، وبعد كده ايه اهو يزيد قوي وهكذا. فبص هتلاقي ان هو الفريكونسي هنا وضع بيربريزنت مين؟ السيجنال بيريزنت الامبليتود بتاع السيجنال عند كل ايه تايم. طيب لو انا قلت لك ارسم لي بقى البي ام، ودي اللي ما رسمناهاش في اول السنه اول الترم، هنرسمها ازاي البي ام؟ عشان ارسم فيز فاريبل فيز صعب، ولكن هنستفيد بايه بقى؟ هستفيد بدي ان انا اقدر ارسم فريكونسي تشينج، ماشي؟ فالفريكونسي هنا بروبورشن لمين؟ بروبورشنال الديفرنشيشن بتاع ام اوف تي. وبالتالي يعني ايه بروبورشنال الديفرنشيشن بتاع ام اوف تي؟ لما يكون الديفرنشيشن بتاع ام اوف تي بزيرو هنا اهو هيخرج لي فريكونسي قد ايه؟ اف اوف سي. اف سي بالظبط. يبقى هنا اهو، يبقى هنا اف سي. ولما يكون الديفرنشيشن بوزيتيف يبقى ايه؟ يبقى الاوتبوت اكبر من اف سي. لما يكون بوزيتيف وماكسيمم اللي هي مثلا زي الحته دي هنا، ده اكبر سلوب اهو، هنا في سلوب بس اقل يعني، هنا اكبر سلوب فالماكسيمم هنا اهو خلاص، وبرضك المينيمم اهو لما يكون السلوب نيجاتيف. فبالتالي هتبص تلاقي ان ده هنا هيزيد الفريكونسي، هيزيد هنا الفريكونسي، هيقل هنا الفريكونسي، هيزيد. وبعد كده لما جيت ارسمه اقدر ارسمه بقى كل ده بحدد السيجنال يعني هبدا ارسمها ازاي. فهنا هرسم فريكونسي عالي اهو، وبعدين يرجع للاف سي، وبعدين يقل عن اف سي كمان، وبعد كده يرجع للاف سي خلاص، وبعد كده يرجع فريكونسي عالي وهكذا. فبالتالي لو انت بقى بصيت على ده، لو انت بصيت على ده وده اللي هو الموديل سيجنال اف ام وبي ام، هتلاقيهم قريبين من بعض خلاص. فبالتالي لو انا اديتك اف ام بس او بي ام، يعني اديتك السيجنال دي وقلت لك دي اف ام ولا بي ام، هتقول لي ما اعرفش، لازم تقارنها بايه؟ بام اوف تي الاول. فلو هي ماشيه مع الامبليتود، لما الامبليتود يزيد الفريكونسي يزيد، يبقى كده اف ام. لو الاسلوب هو اللي يعني بيزيد وبيقل بناء على الاسلوب هنا، فبالتالي يبقى زي بي ام. فعشان كده بنقول ايه؟ ان لازم في دايركت ريليشن شيب ما بين ايه؟ الاف ام والبي ام، ومش هنقدر نفصلهم عن بعض. ماشي؟ في حد عنده اي سؤال؟ دكتور، هو انا في الاف ام لو في فاي كونستنت في ثيتا اوف تي هكتبها بلس فاي عادي؟ لو ايه؟ يعني لو في الاف ام في بلس فاي اوميجا سي بلس فاي. لو في ايوه مع لو في كونستنت، لو في لو في انجل، احنا ما دخلناش الانجل الكونستنت دي، لان الانجل الكونستنت يعني احنا في الاف ام هو الفاريشن هو اللي بيريبريزنت السيجنال، فالكونستنت مش هيفرق. هكتبها بلس 5 في الثيتا اوف تي. هكتبها بلس 5 على طول يعني، سواء في الاف ام او بي ام على فكره. تمام. هل في حد تاني عنده اسئله؟ دكتور، هو
يعني احنا هنا عملنا جبنا الاس اوف تي على طول كده ازاي؟ يعني ما عملناش ستبس للموديليشن ان احنا مثلا ضربناهم، او يعني احنا جبنا الشكل بس عشان احنا عارفين ان في الاف ام الفريكوانسي بيتغير ديبندنج اون الامبليتيود، وفي البي ام برضو بيتغير ديبندنج اون الديفرنشيشن بتاع الام اوف تي. بالظبط. لكن ما ضربناش الكارير وما عملناش ستبس الموديليشن اللي احنا عملناها قبل كده. بس في الاي ام كان في مالتيبليكيشن فعلا. بالظبط. لكن هنا لا، مش مالتيبليكيشن، هنا بغير في الفريكونسي والفيز، لكن ما بضربش السيجنال في حاجه يعني. تمام. ماشي. وانا بقى برسم دول اللي هم اللي تحت دول، وانا برسم دول عينيا على اللي فوق دي، عينيا على ام اوف تي. تمام. هل في اسئله ثانيه؟ طيب انا اعتقد كده هو الوقت المناسب يعني. ان شاء الله تاخدوا بريك وتكملوا بقى اليوم بتاعكم على حسب الجدول يعني. انا هقف لغايه هنا، وان شاء الله نشوف بس الظروف هتمشي ازاي، ونتقابل المره الجايه. المره الجايه المفروض يعني على حسب ان هي يعني اجازه او لا، اللي احنا هنعمله ان احنا نشوف الكلية هتعمل ايه، ولو لو المرة الجاية اجازة